أحسن الله إليكم. يقول السائل أبو عبد الله: حدثونا عن أحكام الوصية، متى تكتب الوصية وما هي شروطها وهل هي في الحياة؟ الوصية على نوعين: النوع الأول الوصية بماله وما عليه، بماله من الحقوق والأموال لئلا تضيع، وما عليه من الديون وما عنده من الأمانات أيضا اكتبها ويوصي بها ان تصل الى اصحابه. وهذا ما جاء به الحديث: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته عند راسه. واما النوع الثاني هو وصيه التبرع، ان يتبرع بشيء من ماله الثلث فاقل لغير وارث في سبيل البر، فهذه مستحبه وليست واجبه لمن كان عنده مال. كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف. هذا في أول الأمر، ونسخ ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ويشترط في الوصية شرطان: الأول أن تكون لغير وارث، والشرط الثاني أن تكون بالثلث فأقل، قوله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. نعم.